رمضان في تعز إعفاء من الإيجار. صحيفة لاكر والفرنسية تقول إن رمضان في اليمن مليء بالقذائف والمآسي. ومن أخبارنا المنوعة، الإنستغرام سيقوم قريبا بإخفاء عدد الإعجابات عن المنشورات. يستقبل أكثر من نصف مليون نازح في مديرية عبس بمحافظة حجة رمضانهم الخامس كما قال الموقع بوست في خيام التشرد، ووسط أوضاع إنسانية صعبة وشح في المياه والغذاء، بالإضافة إلى شدة الحر في هذا الوقت من العام. ومنذ 5 أعوام ونصف لم يجد النازحون في مديرية عبس سبيلا للاحتفاء بشهر رمضان المبارك كما كانوا يفعلون قبل أن تشتتهم الحرب ويصبح همهم الوحيد تدبير وجبتي الإفطار والسحور ومياه الشرب. يحل رمضان هذا العام في وقت تصل فيه درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في المديريات الواقعة في السهل التهامي، في ظل انتشار الأمراض المعدية كالكوليرا والملاريا وسوء التغذية وشح المساعدات الإنسانية المقدمة للنازحين. يقول أحمد جمعان نازح من مدينة حرض شمال غربي محافظة حجة، يقول إن النازحين من المناطق الحدودية يستقبلون شهر رمضان بجيوب فارغة، ما يجعل الشهر الفضيل ضيفا ثقيلا عليهم رغم فضائله وروحانيته. قرب خيمة تحمل شعار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مخيم الحبيل غربي مدينة عبس، يجلس الشاب صالح هادي نازح مع أسرته ويقول للموقع بوست إنه قد لا يستطيع صيام رمضان لأنه لا يوجد لديهم طعام كاف ولا ماء بارد، وليس لديهم نقود تمكنهم من شراء الثلج الذي زادت أسعاره بشكل جنوني قبل أيام من شهر رمضان. أما النازح علي الحسني فيشير إلى معاناة مئات النازحين الذين يبيتون منذ أسابيع في العراء وتحت الأشجار في أطراف مدينة عبس وضواحيها بعد عجز المخيمات عن استيعابهم. يتساءل ياسين سعيد نعمان في صفحته على الفيسبوك، هل يتوزع دم صالح بين أنصاره ومعاونيه؟ ويجيب عن تساؤله بالقول: كان صالح مع من تبقى معه من المؤتمر الشعبي العام يكسب اغتصاب عصبة الحوثيين للدولة بعدا مضللا لحقيقتها العنصرية، وبقتلهم إياه انكشف ذلك الغطاء على نحو لم تجد الجماعة أمامه من خيار سوى تصعيد خطاب فهلوي صاخب عن الوطنية بهدف ملء الفراغ الذي خلفه فقدان ذاك الحليف. لكن المفاجأة هي أنه لم يدر بخلدهم أن قتلهم علي صالح على ذلك النحو سيفضي إلى توزيع دمه بين أنصاره ومعاونيه بصورة تمكنهم من إعادة بناء المكون العام للمشهد الذي تديره جماعتهم في صنعاء بجزء من المؤتمر الشعبي العام جهاراً نهاراً. والحقيقة هي أنه ليس المهم كيف يتصرف الحوثيون، لكن المهم هو لماذا يقبل هؤلاء المؤتمريون أن يصل بهم الحال إلى هذا الوضع الذي لا يستطيعون فيه أن يرصدوا مساراً لعلاقتهم بالمشهد السياسي من منظور يعكس حقيقة القيم التي حكموا بها البلاد والتي اختلف حولها الناس. وقد يكون هذا أفضل وقت للرد على كل من اختلف معهم، ففي الظروف الصعبة تمتحن هذه القيم، ومعها يمتحن الموقف من الخلاف حول سنوات من الصراع مع نظام كانوا على رأسه. ليسوا بعيداً عن مساءلة تاريخية، وإذا كان صالح قد انتفض في الساعات الأخيرة ليعيد ترتيب أوراقه أو خلطها، والتي كانت قد تبعثرت بحسابات أدرك ربما خطأها في لحظات حاسمة، فكيف بمعاونيه الذين لن يستطيعوا تبرير مواصلة القيام بدور الغطاء لجماعة ترفض أن تتصالح مع الوطن وقيمه في التعايش والشراكة والمواطنة؟ موقع قناة بلقيس تحدث عن مؤجرين في مدينة تعز قرروا استقبال شهر رمضان بإعفاء بعض المستأجرين من سدد الإيجار. نبيل الحاج وهو مالك مبنى سكني في حي الهريش قال
إن معاناة 3 من المستأجرين في المبنى وهم من ذوي الدخل المحدود جعلته يعفيهم من دفع إيجار شهر مايو الذي يوافق شهر رمضان المبارك. وينصح الحاج أصحاب المباني والعمارات السكنية بالتعاون مع المستأجرين من ذوي الدخل المحدود في شهر رمضان قدر المستطاع واحتساب ذلك من أعمال الخير خلال هذا الشهر الكريم. لم يكن الحاج وحده الذي تعاون مع المستأجرين بهذه الطريقة، بل هناك محمد طربوش الذي أعفى جميع المستأجرين في عمارتهم من نصف الإيجار في شهر رمضان، وهو أقصى ما يستطيع مساعدتهم به بسبب اعتماده على الإيجارات بشكل كامل لتوفير احتياجات أسرته الكبيرة. وفي الوقت الذي يظهر تعاون بعض المؤجرين بالإعفاء من دفع الإيجار أو جزء منه، يرى بعض المستأجرين أن السماح لهم بتأجيل دفع إيجار شهر رمضان إلى أشهر لاحقة نوعا من التعاون معهم. إبراهيم القدسي تحدث عن أن راتبه بالكاد يكفي لتوفير متطلبات شهر رمضان، الأمر الذي جعله يطلب من مالك العمارة السماح له بتأجيل دفع الإيجار إلى شهر أغسطس المقبل، ولقي موافقة على ذلك. في ظل جوع يطبق على حناجر اليمنيين، تحدثت الأمم المتحدة عن أن هناك شحنة من الحبوب تكفي لإطعام آلاف اليمنيين لكنها محجوزة في الحديدة. وعن هذا الموضوع يقول موقع يمن مونيتور إن منظمة الأمم المتحدة استعادت الحصول على الحبوب المتبرع بها والمخزنة في مدينة الحديدة. متحدث باسم برنامج الغذاء العالمي قال إن فريقا تقنيا تابعا للبرنامج وصل إلى الضواحي الشرقية للحديدة لبدء تنظيف وصيانة المعدات استعدادا لطحن الحبوب. وبحسب المتحدث، مهمة الفريق الأممي تكمن في إنقاذ الطعام الذي يمكن أن يمنع المجاعة لملايين المواطنين قبل تعفنها. أذا وكانت المعارك بين الشرعية وميليشيا الحوثي في الحديدة قد تسببت بإيقاف مخازن الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي هناك لمدة 8 أشهر، مما عرض 51 ألف طن من القمح لخطر التعفن. عن تحديات الزمن الانتقالي يكتب أنور الجمعاوي مقاله في صحيفة العربية الجديد ويقول فيه: يفترض في عملية الانتقال الديمقراطي أن تؤسس لبداية عهد جديد في تاريخ المجتمعات، فهي مرحلة قطع عملي وتصور مع أركان نظام سياسي سابق ثبت للمواطنين فشله في تأمين حياة جمعية مستقرة تتوفر فيها الحقوق وتوزع فيها الواجبات والثروات بطريقة عادلة. والملاحظ في الزمن الانتقالي أن عددا مهما من الناس يجدون صعوبة في استيعاب روح الثورة والتفكير بعقل التغيير، فمنهم من تفاجئه الثورة ومنهم من تهدد مصالحهم وتقوض نفوذهم الفردي أو الفئوي أو الطبقي أو الحزبي، ومنهم من يجد صعوبة في القطع نفسيا وذهنيا مع عصر الدولة المستبدة ومافيات الفساد الإداري والمالي والأخلاقي التابع للعهد القديم. يشكل هؤلاء مجتمعين ما تسمى الدولة العميقة القادرة على هز كيان الدولة الانتقالية الناشئة وتأزيم الوضع السياسي وتهديد السلم الاجتماعي متى وجدت الظروف الموضوعية المناسبة للقيام بذلك. يبدو الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية التوافقية أمراً عزيزاً في الزمن الانتقالي، ذلك أن التحول من التحزب والتطييف إلى واقع البناء المؤسس المدني المشترك يقتضي كثيراً من المرونة والانفتاح والإقرار بالتنسيب والتحلي بالتواضع مع امتلاك قوة اقتراحية وقدرة على التنازل متى تطلب الظرف الانتقالي ذلك، وهي أمور لم تتعود عليها الطبقة السياسية العربية التقليدية. إن الثورة ليست وهماً، وأن الفعل الاحتجاجي ليس حدثاً عابراً في حياة الشعوب، بل كلاهما تحول تاريخي في سيرة الأمم قد يبلغ مراده في الإصلاح والتغيير إذا تعلقت هموم الثائرين بتحقيق أهداف الثورة، وقد يرتد إلى مربع الاستبداد إذا غلبت المصلحة الفردية والفئوية على الصالح العام، وإذا سادت عقلية تغليب العسكر أو الولاء للجماعة أو الحزب بديلاً عن الولاء للوطن. رمضان في اليمن مليء بقذائف الهاون والمآسي، اختارت الصحيفة الفرنسية لاكرو هذا العنوان للتعبير عن الوضع في اليمن وأضافت في التفاصيل: يوم الاثنين بدأ شهر رمضان في هذا البلد الذي لا يزال في حالة حرب ومسرحا لأسوأ أزمة إنسانية في العالم. محمد أبكر وعائلته من قرية المنذر الواقعة بالقرب من مدينة الحديدة
أجبروا على مغادرة منازلهم في أو منزلهم في يونيو 2018 عندما قامت قوات الشرعية بشن هجوم على المتمردين الحوثيين. اضطرت مئات العائلات للفرار من الحديدة والمناطق المحيطة بها، ولم تتمكن من العودة إلى ديارها خوفا من إعادة المعارك إلى مناطقهم. محمد أبكر ليس استثناء، فقد ترك المنزل دون أن يأخذ شيئا معه سوى بعض ملابسه والعكازات التي يحتاجها بشدة في المشي. وأضاف أبكر: لقد اعتدنا الحصول على الطعام خلال شهر رمضان مثل الحساء واللب، لكن هذا العام أصبحنا نازحين، وفوق هذا أنا معاق وأطفالي معاقون ولا يمكننا العمل. أما هدى إبراهيم فقالت للوكالة: نبحث باستمرار عن الوقود وليس لدينا وقت للروحانية. رمضان هذا العام مليء بقذائف الهاون، لكننا نأمل ألا يزداد الوضع سوءا. الكاتب جون ويتلو كتب مقال أعيد نشره في موقع الغد الأردني بترجمة من علاء الدين أبو زينة، تحدث فيه عن بلوغ سن الرشد عند نهاية التاريخ. قال فيه: نجد أنفسنا على حافة لحظة جديدة لها منطق تطورها الخاص والتي تواجه تحديا كبيرا، وفي القلب من هذا التحول ثمة معركة تدور حول العلاقة بين اقتصاد السوق والمجتمع. وعلى مدى العقود الأربع الماضية تؤشر انتخاب ترامب على العديد من الأشياء، تاركا مؤسسة الحزب الديمقراطي الوسطى في موقف أكثر قلقا مما كانت عليه في أي وقت منذ انتصار بيل كلينتون الانتخابي في عام 1992. في أوقات التقلبات الكبيرة تتغير شروط إمكانيات كل من المعرفة والممارسة، تصبح الحدود التي كانت تؤخذ حتى وقت قريب كمسلمات غير مستقرة ومتمددة، وتصبح طرق الحديث عن الحاضر والمستقبل توسعية. من المفارقات أنه في لحظة مثل هذه التي نعيشها الآن، تلك اللحظات التي تزخر بالاحتمالات وعدم اليقين، يصبح من المعقول أن يستمد الإلهام من الماضي، من زمن قبل ذلك الذي قيل إن التاريخ انتهى عنده. يتطلب انتقالنا من المكان الذي نحن فيه الآن إلى ذلك المكان في المستقبل إجراء إصلاح جذري في علاقة اقتصاد السوق بالمجتمع، حيث يتم إخضاع الأول ديمقراطيا للأخير. سوف يمتح هذا المشروع من بئر تاريخية عميقة من التبعية الجماعية والحركات المضادة التي استمدت حيويتها من رغبة في الانتقال إلى ما وراء حدود المعطى. وبكلمات واضحة الرؤية لشهيد حركة الفهود السود فيرد هامبتون: إننا لا نعتقد بأنك تحارب النار بالنار، إننا نعتقد أنك تكافح النيران بالماء. مع بدء شهر رمضان المبارك كل عام يبدأ المسلمون بتداول نصائح بشأن أطعمة ومشروبات من شأنها تخفيف الشعور بالجوع والعطش أثناء الصيام. وفي هذا الإطار تنقل صحيفة القدس العربية عن منظمة الصحة العالمية إن وجبة السحور لها أهمية كبيرة في شهر رمضان، لذا ينصح بتأخيرها قدر الإمكان لمواجهة طول فترة الصيام. الدكتور أيوب الجوالدة المستشار الأقليمي للتغذية قال إن مكونات وجبة السحور يجب أن تضم كميات من الكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز والحبوب، بالإضافة إلى البقوليات مثل الفول والفاكهة مثل الموز وكوب من الحليب خالي الدسم. ونوه إلى أن هذه الأغذية تساعد على تحمل ساعات الصوم الطويلة لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الألياف، كما أنها غنية بالبوتاسيوم الذي يمنع العطش. وأشار الخبير الدولي أيضا إلى أهمية تناول المكسرات لاحتوائها على نسب مرتفعة من البروتينات والسعرات الحرارية، فضلا عن شرب كميات كافية من الماء. قالت صحيفة الشرق الأوسط إن تطبيق مشاركة الصور الشهير انستغرام سيقوم قريبا باختبار إصدار جديد تخفي الصفحة الرئيسية عدد الإعجابات الذي حازته الصور ومقاطع الفيديو في محاولة لجعل المجتمع أقل ضغطا على المستخدمين. الرئيس التنفيذي لإنستغرام آدم مصري قال أو أشار إلى أنه سيتم إجراء الاختبار في بداية هذا الأسبوع بدءا من دولة كندا. وقال مصري: نريد أن يقلق الناس بدرجة أقل بشأن عدد مرات الإعجاب الذي يتلقونه على إنستغرام، وقضاء وقت أكثر في التواصل مع الأشخاص الذين يهتمون بهم. وسيظل المستخدمون قادرين على رؤية أسماء أولئك الذين
أبدوا إعجابهم بالمنشورات، ولكن الرقم الذي يعكس إجمالي عدد الإعجابات لن يظهر إلا لمالك الحساب الذي نشر الصور أو مقطع الفيديو. بعض من الصور المتنوعة بالإضافة إلى مظاهر استقبال المسلمين لشهر رمضان المبارك نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. إلى الصور. أحداث من وجهة نظر أخرى تكفي فيها الرسمة للتعبير عن آلاف الكلمات حول مختلف القضايا يقدمها لنا رسام الكاريكاتير. نتابع. بهذه المجموعة من الأخبار والصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى نهاية هذه الحلقة. نشكركم على حسن المتابعة. نلقاكم على خير.